نحن الآن ضمن الأحياء الشرقية التي طهرها الجيش العربي السوري من رجس الإرهاب والمجموعات الإرهابية المسلحة. اتخذت المدارس مقرات لهم لمستودعات الذخيرة والمشافي الميدانية. بادرت محافظة حلب بالتعاون مع الخدمات الفنية بالمحافظة والشركة العامة للبناء والتعمير بتأهيل عدد من المدارس الموجودة ضمن الأحياء الشرقية بقيمة 560 مليون ليرة سورية. كلفة المرحلة الأولى تقريبا 2 مليار ليرة سورية. حاليا نحن في صدد تنفيذ 12 مدرسة ضمن الأحياء الشرقية بكلفة 560 مليون ليرة سورية، طبعا بالتعاون مع شركات القطاع الإنشائي العام، الإنشاءات العسكرية فرع حلب، والشركة العامة للمشاريع المائية، وأيضا الشركة العامة للبناء والتعمير. العمل مستمر، العمل شفتوا الدمار والخراب الكبير. نحن إرادتنا كبيرة لحتى نرجع مدارسنا. أولوية كانت للمدارس شان إعادة الأهالي، فنحن قمنا كمديرية خدمات بجرد كل المدارس وعطينا أولويات للمناطق اللي عندنا رغبة يرجعوا إلى السكان. فنحن من منطقة الصاخور عندنا أكثر من 10 مدارس تم دراستها وإعطائها للجهات المعنية لإعادة تأهيلها، ونحن حاليا مدرسة أبي زار الغفاري ومصطفى بدوي قمنا تقريبا بنسبة 20% من إنجاز المشروع اللي مباشرته من 20 يوم تقريبا. نقوم بالإشراف على 4 مدارس: مدرسة سيف محمود، مدرسة الشهيد مصطفى بدوي، مدرسة أبي زر الغفاري، ومدرسة سلطان باشا الأطرش. ونحن مستمرين في العمل ونحاول قدر الإمكان أن ننهي أعمالنا قبل بداية العام الدراسي القادم. مشروع الإعمار والبناء مستمر في مدينة حلب بعد أن سحق الجيش العربي السوري التنظيمات الإرهابية المسلحة. أحمد صادق للإخبارية السورية، حلب.